تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، باشرت الملاكات الصحية والأمنية في قضاء الدجيل بتجديد الإجراءات الوقائية من كورونا في سيطرة الشيخ إبراهيم، فضلا على استمرار العمل بإنشاء مركز خاص لفحص الوافدين خصوصا من منتسبي القوات الأمنية. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. شددت الحكومة المحلية بقضاء الدجيل إجراءاتها الوقائية والاحترازية في المدخل الجنوبي للمحافظة من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لضمان عدم دخول هذا الوباء إلى المحافظة. تم الإعاز من قبل السيد محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة في محافظ صلاح الدين بدخول فقط السيارات التي تحمل مواد غذائية وكذلك الفواكه والخضر، وكذلك تم السماح ب للأجهزة الأمنية. بعد تسجيل عدة إصابات وتزايد حالات الإصابة في المحافظات المحيطة بمحافظتنا العزيزة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور المهندس عمار جبر خليل، الحكومة المحلية في قضاء الدجيل تشدد إجراءاتها في سيطرة مدخل المحافظة الجنوبي سيطرة إبراهيم بن مالك الأشتر، وذلك للحفاظ على المواطنين في المحافظة من دخول أي حالات قد تكون مشتبه بها. تم تنصيب مركز خاص لفحص الوافدين وخصوصا من المنتسبين من القوات الأمنية. الحركة طبيعية بالنسبة للقوات بالنسبة للمواد الغذائية والمشتقات النفطية. من أبرز تلك الإجراءات الشروع بإنشاء مركز صحي متخصص في المدخل الجنوبي يقوم بفحص الوافدين من المحافظات الوسط والجنوب ومن سمحت لهم خلية الأزمة بالتجوال خلال الحظر كالقوات الأمنية والكوادر الصحية وأصحاب المركبات الناقلين للمشتقات النفطية والمواد الغذائية. بعد زيارة السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر إلى قضاء الدجيل وبالخصوص سيطرة الشيخ إبراهيم، أوعز سيادته بفتح سيطرة رئيسية لفحص الزائرين من خارج المحافظة، حيث تبين هناك إصابات بالمحافظات المجاورة ديالة والأنبار، وقد تم تزويدهم بعدة كربانات ما يقارب 10 كربانات من السيد المحافظ، وكذلك تزويد الكادر الطبي ودعم الكادر الطبي، وذلك لفحص كافة المصابين، وتم الإعاز من سيادته بفتح حجر للمصابين في المنطقة. فشكرا للسيد محافظ صلاح الدين على هذه المبادرة القيمة، وإن شاء الله نتمنى من الله أن تكون دجيل محافظ صلاح الدين بصورة عامة بخير وأمان من هذا المرض والوباء. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحتضر رئيس خلية الأزمة في صلاح الدين وبإشراف من مديرية بلدية صلاح الدين وكوادر بلدية الدجيل، قامت كوادرنا بتهيئة أرض لإنشاء مركز صحي في سيطرة الشيخ إبراهيم بمساحة 4 دونم، وذلك لاستقبال الوافدين من خارج محافظة صلاح الدين لفحصهم من فيروس كورونا. بعد تسجيل حالات إصابة بالمحافظات المجاورة اتخذت الحكومة المحلية جملة من الإجراءات في المدخل الجنوبي للمحافظة. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل أنصاري، قضاء دجيل.